Salam alaikum wa rahmatullah, mouchaïdina kiram, marhaba bikoum fi la chaîne diyalkoum, parler en français c'est facile. Alors, fait la vidéo, inshallah, gadi nhaoulou anana nkhdmo ala wahed le questionnaire le khas le chapitre 10 de la boîte à merveilles. Donc, inshallah, ma tsaouch annakoum t'abonnez fi la chaîne et nous laissez un commentaire. Ala barakatillah, gadi nbdaou le s'ilé diyalna, le ajoube diyalna. La première question, dans quel quartier se trouvait la maison de Sidi Al-Arrafi? Et là, il y a le quartier qui a fait Dar de Sidi Al-Arrafi. Sidi Al-Arrafi, qui mentionne le chapitre 8, Sidi Al-Arrafi, c'est un voyant. Il y a un chouaf, il voit aveugle, un chouaf, il observe, il y a un ma. لي قررت أن الأم ديال سيدي محمد يعني لالا زبيدة أو لالا عيشة أنهم يمشيو عنده باش يحل لهم المشكل اللي عندهم. لو كارتيي صفاح. كيل مو بو ريزومي لا ديسكريبسيون فيت باغ لو ناراتور دو لاسباس أو سو تخوف لا مير لا ميزون جو ميكسكوز أو سو تخوف لا ميزون دو سيدي العرافي. يعني هنا قالنا شنو هي الكلمة اللي كتلخص الوصف اللي دار لو ناراتور سيدي محمد للمكان اللي فيه الدار ديال سيدي العرافي. ان اسباس ريبونيون يعني واحد المكان اللي هو مقزز. فوالا دونك ريبونيون يعني مقزز ديغوتون. اكوا لو ناراتور كومباراتيل لو بانيي دو سيدي العرافي؟ هنا قال لنا باش قارن لو ناراتور سله يعني لو بانيي ديال سيدي العرافي اصابوات اميرفي يعني قارنها بعلبة العجائب ديالو لانه هذيك السلة كانت عمرة بزاف ديال لي زوبجي يعني فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما ماشي بحال لا بواط اميرفي ديال لو ناراتور. كنا ديجا قلنا بانها فيها دي زوبجي كي سون هيتيروكليت يعني دي زوبجي حوايج اللي هي من اصناف متنوعة. بار كيل مو سيد العرافي ريزوماتيل لو كونتوني دو سون بانيي؟ يعني هنا قال لنا اشناهي الكلمات اللي سيدي العرافي لخص بها المحتوى ديال السله ديالو. كوكياج اي اميوليت يعني اميوليت هما تميمه. كو دوموندا سيدي العرافي ا لونفون اون بريزونطون سون بانيي؟ يعني هنا قال لنا سيدي العرافي اشنو طلب من سيدي محمد الوقت اللي كان تيقدم ليه السله ديالو. دو سيزير ان اوبجي سون لو فوار يعني انه يشد واحد الحاجه من السله ولا يهز واحد الحاجه من السله بلا ما يشوفها. كيل اوبجي سيدي محمد فيتيل سورتيغ دو بانيي؟ هنا قلنا اشلي هي الحاجه اللي خرج سيدي محمد من السله. اون بول دو فير يعني واحد الكره ديال الزجاج. كيل كونساي بروديغا سيدي العرافي ا لونفون؟ يعني هنا قلنا شنو هي النصيحه اللي قدم سيدي العرافي لسيدي محمد. دو روغاردي اون دودون دو سوا يعني دو روغاردي اون دودون يعني انه يشوف في الداخل ديال النفس ديالو. كيل اوبجي لالا عائشة غوتيغاتيل دو بانيي دو فويون؟ يعني هنا قلنا شنو هي الحاجة اللي لالا عائشة خدات من سلة ديال سيدي العرافي. ان مينيسكول كوكياج يعني واحد لو كوكياج اللي هو صغير. كيل بريديكسيون انونسا لو فويون على العيشة؟ يعني هنا قالنا شنو هو التنبؤ لا بريديكسيون قال سيدي العرافي لالا عيشة. لو ني سورا دو نوفو ريكونستروي. لو ني يعني هو العش. فوالا يعني هنا كنهضرو على ماشي العش ديال يعني هو لو ني هو العش ديال الطيور ولكن هنا تنهضرو على العش الزوجي يعني العش ديال الزوجية لأنه كما شنا في لو ساتيام شابيتر بأنه للعيشة راجلها تخلى عليها ومشى تزوج بلا في دو كوافور. لو ني سوغا دو نوفو ريكونستروي قالنا بأن العش غادي يعاود يتبنى من جديد. كيل اوبجي لالا زوبيدا غوتيغاتيل دو بانيي دو فويون؟ هنا قلنا شناهي الحاجة اللي لالا زوبيدا هزاتها من السلة ديال سيدي العرافي. اون بيرل نواغ يعني واحد الجوهرة سوداء. كيل كونساي دونا سيدي العرافي لالا زوبيدا؟ هنا قلنا شناهي النصيحة اللي عطا سيدي العرافي لالا زوبيدا. دو فيزيتي لو سانكتيير دي سان دو لا فيل دو فاز يعني انها تزور الأضرحة ديال الأولياء ديال لا في دو فاز يعني المدينة ديال فاز.
Quel mensonge Lala Zoubida était-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Et nena, gagna achnia el kidba, likant Lala Zoubida, mstadda anna tgoula le frère. Et le maître de l'école coranique, rawa le frère. Il avait amené son fils voir un médecin. Et nena, anna dat wilda, bachichouf, wahtbib. Pourquoi Lala Zoubida ne raconta-t-elle pas aux voisines de sa visite à Sidi Al-Arraf? Hna qulna علاش Lala Zoubida ma aoudatch الجارات ديالها الزياره ديالها ديال Sidi Al-Arraf pour ne pas froisser la chouafa, c'est-à-dire pour ne pas mettre la chouafa en colère, yani باش ما انها تصدمش الشوافه باش ما انها ما تغضبهاش لانها هي شوافه خلات شوافه في الدار ومشات عند شواف اخر. Et pour ne pas divulguer ses secrets, ou باش ما تفضحش ديفيلغي يعني فضحها سي سكري يعني الاسرار. Quelles sont les raisons invoquées par Zubida pour ne plus envoyer son fils à l'école? يعني هنا قلنا اشنا هما الغايات اللي قدمات لالا زبيده باش انها ما تصيفطش ولدها ليكول كورانيك يعني المسيد. اي سو سونتي سول يعني انها الغايه الاولى انها كتحس براسها وحيده لانه الاب مشى يخدم او خلاها هي الابن ديالها. Et la santé de son fils laissait beaucoup à désirer. وحتى الصحة ديال ولدها يعني ما تتعاونهاش يعني الوقت اللي غادي يمشي هو المسيد غادي تبقى مشطونة عليه. 15e question, que décida Lala Zoubida de faire avec son fils chaque semaine? يعني هنا قال لنا اشنو قررت Lala Zoubida انها دير مع الابن ديالها كل اسبوع. Visiter les divers sanctuaires de la ville. يعني انها تزور مختلف الأضرحة ديال المدينة ديال فاس. Quel sens avaient les jours pour سيدي محمد؟ يعني هنا قال لنا اشنا هو المعنى اللي عند الأيام بالنسبة لسيدي محمد. Chaque jour possédait une couleur. يعني كل يوم chaque jour possédait يمتلك une couleur يعني لون. يعني بالنسبة لي كل يوم كيمتلك واحد اللون. Qu'est-ce que le messager de Mu'allim Ibn Salam avait apporté de sa part à Lala Zoubida? هنا قال لنا اشنو المرسول يعني لو ميساجي المرسول ديال المعلم عبد السلام. لانه المعلم عبد السلام في ذاك الوقت ما كانش التليفون ما كانش وسيله ديال التواصل. يعني صيفط واحد مع واحد السيد اللي هو المرسول صيفطو للدار فين ساكن في ساكن الاسره ديالو باش يجيب ليه الاخبار ديالهم وباش يعطيهم داكشي اللي صيفط لهم. دو سا باغ على العائشه يعني هذاك المرسول اشنو عطى لالا زبيده؟ جو ميكسكوز ماشي لالا عائشه لالا زبيده. دي زو يعني عطاها البيض. دو بور الزبده. دو لويل الزيت. اي دو لارجون يعني النقود. فوالا هادشي اللي عندنا في لو شابيتر نيميرو 10. ان شاء الله نتمنى انه هادشي يفيدكم ان شاء الله في لا بريباراسيون الامتحان ديالي. وكما قلت لكم بانه هاد لي كيسيون راه ماشي خدمه ديال هباء منثورة, يعني راه واحد الخدمه اللي غادي تنفعكم ان شاء الله وغادي تعاونكم انكم تفهموا لو كونتوني يعني المحتوى ديال لو شابيتر 10 ان شاء الله. دونك ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتخليونا ان كومونتير بور نوز انكوراجي.